ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. مبدئيا انا اسفة جدا 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 لو في اي صوت كتكوت صغير كده هيطلع في خلال الفيديو ده، فيعني اعذروني لان زين قاعد قدامي وانا بصور، لان خلاص يعني ما بقاش في حل غير كده عشان انا اقدر اصور وابقى متواجدة معاكم. فحاولوا بقى تتأقلموا على وجود زين يعني في اغلب الفيديوهات. فيديو النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم على مكون مهم جدا 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 بما ان احنا داخلين على الصيف، وهو السلسليك اسيد. هنعرف مع بعض في الفيديو ده السلسليك اسيد ايه هو، ايه وظيفته، مناسب لمين، طريقه استخدامه، ايه المنتجات اللي موجوده في السوق اللي بتحتوي على السلسليك اسيد. فيلا بينا نبتدي. اول حاجه هنبتدي بيها ايه هو السلسليك اسيد. السلسليك اسيد ده نوع من انواع المواد المقشره للبشره، وهو من عائله البيتا هيدروكسي اسيد، وتقريبا هو الوحيد اصلا اللي موجود في العيله دي. هو مقشر بس فكرته بقى او اللي بيميزه ان هو قابل للذوبان في الزيوت، فبيقدر ان هو يعني يتغلغل جوه المسام بتاعه البشره وينظفها كويس من الزيوت والدهون الزياده. وطبعا كده بالتالي احنا عرفنا ان السلسليك اسيد هيبقى مناسب اكتر لمين، فهو بالتالي هيبقى مناسب اكتر لاصحاب البشره الدهنيه والمختلطه والمعرضه للحبوب. وبرده هو مناسب للناس اللي عندها مسام واسعه، لان هو طبعا بيشتغل ان هو ينظف المسام كويس، فبالتالي بيحسن من شكلها. وبرده مناسب للناس اللي عندها رؤوس سوداء في منطقه الانف ورؤوس بيضاء في موجوده في منطقه الدقن، وبرده الناس اللي عندها حبوب تحت الجلد بتبقى موجوده اكتر في منطقه الجبهه. وكمان بيشتغل ان هو مضاد للالتهاب، التهاب مثلا لو عندك حبوب ملتهبه الكلام ده كله. وبرده بيحسن من ملمس الجلد بالاخص طبعا الناس اللي زي ما قلت لكم بيبقى عندها حبوب تحت الجلد كتير، فتحسي كده ان انت الجلد بتاعك مش استريت، لا يعني بايدك كده بتطلع وتنزل طبعا بسبب الحبوب. فهو بيشتغل ان هو يعني بيخلي ملمس الجلد او سطح الجلد يكون ناعم ويكون كده استريت. برده من ضمن الوظائف بتاعته ان هو مضاد للبكتيريا الضاره اللي بتتكون على سطح البشره وبالتالي تكون لنا الحبوب، وبيساعد ان هو يقلل من فرص ظهور حبوب للبشره، وكمان بيقلل من فرص انسداد المسام، لان زي ما قلت لكم هو بيدوب، بيقدر ان هو يدوب في الدهون بتاعه البشره ويخش جوه المسام من جوه وينظفها، فبالتالي بيقلل من انسداد المسام. بس هو مشكلته ان هو يكون ممكن يكون بينشف البشره شويه، فلازم طبعا يكون في ترطيب قوي جدا معاه. بيبقى موجود في السوق وفي المنتجات بتركيزين او ممكن يعني تقريبا اربع تركيزات، ساعات بيبقى موجود بتركيز نص وساعات بيبقى موجود بتركيز واحد وتركيز اتنين. هو اقصى حاجة بيبقى موجود فيها في المنتجات بيبقى بتركيز 2%. احنا كده عرفنا ايه هو السلسليك اسيد باختصار شديد طبعا، وعرفنا هو مناسب لمين، وعرفنا الوظيفة بتاعته وفوائده ايه. نيجي بقى ندخل على النقطة المهمة، وهي ايه هي المنتجات اللي بيبقى موجود فيها السلسليك اسيد. اي مادة تبتدي ان انت تدخليها في الروتين بتاعك الجديد بتبتدي تدريجيا، طبعا بتبتدي تدريجيا من ناحية التركيزات لو هي في منها تركيزات، وبتبتدي تدريجيا من ناحية المنتجات. من ناحية المنتجات ازاي؟ ان لو المادة دي موجودة مثلا في هيئة غسول، فانت هتبتدي الاول تجيبي غسول للبشره بيحتوي على الماده دي، تستخدميه مثلا لمده شهر شهرين، يعني اللي هو ايه بتمهدي لبشرتك للماده الفعاله دي. بعد كده لو الماده دي موجوده في تونر هتجيبي التونر وتستخدميه. برضو البشره يعني اخذت فرصتها اكتر في تجربه الماده الفعاله دي. بعد كده بقى ايه نبتدي ننتقل من التونر للكريم المرطب او السيروم، يا ده يا ده، لكن الاثنين مع بعض ويكونوا بيحتووا على نفس الماده الكلام بقى ده لو انت المشكله اللي بتخص الماده دي عندك جامده قوي. لكن لو المشكله عندك مش جامده فانت استخدمي يا كريم يا سيروم، شوفي بقى انت بشرتك يعني بترتاح في انه ملمس بالظبط. انا عن نفسي بشرتي بترتاح اكتر في ملمس السيروم، يعني انا بميل اكتر لاستخدام السيرومز عن الكريمات.
خليني اديكم امثله بقى كده لكل خطوه من الخطوات دي لافضل المنتجات المتوفره في السوق. طبعا مش عايزه يعني اكد او عايزه اكد عليكم ان انتم ما تنسوش اي ماده فعاله هتدخليها جديد في الروتين بتاعك، ما تنسوش اختبار الحساسيه. النقطه دي مهمه جدا جدا برضو. نقطه عايزه انبهكم ليها قبل ما ندخل في الامثله بتاعه المنتجات، السلسليك اسيد زيه زي اي ماده فعاله عادي جدا، ممكن اي بشره ان هي يكون عندها حساسيه منه، عشان كده باكد عليكم في موضوع اختبار الحساسيه ده. فممكن يحصل لها بيرجينج، ان هو يطلع لها حبوب اكتر في البشره من الحبوب اللي موجوده، وتلاقي ان الحبوب دي ما بتقلش. هو عامه اي منتج جديد تدخليه بشرتك وارد جدا ان هو يطلع لك حبوب جديده في بشرتك، بس الحبوب دي يعني بتطلع مثلا وتروح وتخف ماكسيمم يعني ممكن نقول اسبوع، تمام؟ ان هو يفضل يعني مده اسبوع يطلع لك حبوب جديده، بس في الاخر بتلاقي الحبوب دي راحت وخلاص، ما بيطلع لكش حبوب تاني، وبتقدري ان انت تكملي على المنتج ده او الماده الفعاله دي. بس لو لقيتي ان الموضوع وصل معاكي مثلا عديتي الاسبوعين دخلتي سلسلك اسيد ولقيتي ان عمال بيطلع لك حبوب في وشك والحبوب دي ما بتخفش، يبقى انت كده بشرتك مش متقبله ماده السلسلك اسيد، لان ماده السلسلك اسيد هي ماده برضو تعتبر قويه شويه، فمش كل البشرات بتتحملها او بتتقبلها. حاجه هنبتدي بالغسول. افضل انواع الغسول اللي موجوده في السوق هو سيرافي الاس اي كلينزر، وده هتلاقوه بيتباع في الجانب اونلاين بس، لان هو لسه ما نزلش يعني بيتباع في الصيدليات زي بقيه المنتجات بتاعه سيرافي اللي توفرت في الصيدليات. في برضو الغسول بتاع زائن كيلست سلسليك اسيد، ده برضو هتلاقوه بيتباع اونلاين وفي الصيدليات الكبيره. وفي الغسول بتاع بوكيتو كلينزر، ده بيتباع في الصيدليات وحلو جدا 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 وسعره كويس، و يعني ده انا برشحه اكتر لو انت هتدخلي السلسليك اسيد لاول مره في الروتين بتاعك، لان هو من ضمن المكونات بتاعته في مواد بتهدي البشره من اي التهاب، من اي حاجه ممكن يعني اي رياكشن ممكن يحصل لبشرتك. برده في الغسول بتاع فيتشي نورما ديرم اللي هو الاخضر، ده برده كويس، بس ده برده ممكن يكون قوي شويه، ف يعني مرشحهوش قوي لو انت اول مره هتدخلي السلسليك اسيد في روتين بشرتك. في برده الغسول بتاع ايزيس تين ديرم جيل، ده برضو كويس وجنتل على البشره ممكن تبتدي بيه. وطبعا في الغسول اللي هو بتاع الساينوبار اكيد كلنا عارفينه، وفي الغسول بتاع ميدي توبيك فور اويلي سكين، ده برضو فيه سلسليك اسيد. وفي الغسول الجديد بتاع لاروش بوزيه ايفاكلور اللي هو بيبقى فيه سلسليك اسيد 2% وفي ال اتش اي دي احماض تقشير برضو. وفي برضو الغسول الاشهر على الاطلاق ستارفيل، تمام؟ وفي غسول بتاع كوزاراكس سلسليك اسيد، ده برضو كويس جدا، ناس كتير قوي 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 جربوه وشكروا فيه جدا. دي كده اغلب انواع الغسولات اللي بتحتوي على سلسليك اسيد، و يعني شفت ريفيوهات حلوه جدا من ناس شكروا فيهم جدا. لينا بقى ندخل على الكريمات المرطبه او التريتمنت اللي بتحتوي على ماده السلسليك اسيد. حاجه ده كريم تريتمنت، ده يعني مش بيتحط على البشره كله ومش بيستخدم كمرطب، هو بيستخدم ان هو تريتمنت للحبوب. يعني لو عندك حبوب تحت الجلد، عندك حبوب ملتهبه، بتحطيه بس على اماكن الحبوب من زائن كيلست. بصراحه حتى هو لونه من جوه لونه اخضر، ناس كتير قوي 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 شكرت فيه بصراحه. في برضو الكريم بتاع اس في ار سيبيا كلير اكتيف كريم، ده فيه سلسليك اسيد وفي نياسيناميد، يعني حلو جدا، بس ده مشكلته ان هو بينشف البشره قوي قوي قوي. في برضو الكريم بتاع فيتشي نورما ديرم، ده برضو فيه سلسليك اسيد. وفي الكريم المقشر بتاع اسبليت، تمام؟ ده حلو، في سلسليك اسيد وفي لاكتيك اسيد وفي مكشرات تانية كتير، بس ده حلو قوي ان انت تقدري تستخدميه كبداية. يعني بايوديرما سيبيوم بور، ده برضو حلو جدا وفي سلسليك اسيد. وفي برضو الكريم بتاع بايوديرما بيجمنتو اللي هو النايت،
ده برضو حلو قوي، بس ده مشكلته ان هو غالي، يعني ده بيدخل في رينج من 400 ل 500 جنيه. برضو لطريقة الاستخدام بالنسبة للغسول، طبعا اي غسول بيحتوي على سلسلك اسيد، بتستخدميه مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، مع اللي هو بيبقى سلسلك اسيد فيه يعني حلو خفيف، مثلا زي بوكيتو، ده تقدري تستخدميه كل يوم مرة الصبح ومرة بالليل. سيرافي استخدميه مرة الصبح ومرة بالليل عادي، تمام. لكن مثلا غسول زي فيتشي نورما ديرم، ده بصراحة قوي جدا، فده ممكن تستخدميه 3 مرات بس في الاسبوع. بالنسبة للكريمات المرطبة اللي انا قلت لكم عليها، دي بنستخدمها 3 مرات بس في الاسبوع، لان طبعا يعني ده كبداية، بعد كده لما بشرتك تاخد على المادة الفعالة دي ممكن تستخدميها بعد كده يوم او يوم لا، ولما تاخد اكتر بشرتك على المادة الفعالة دي ممكن تستخدميها كل يوم، بس كبداية مش اقل مثلا من شهرين بتستخدميها 3 مرات في الاسبوع. خلينا بقى ندخل على التونرز اللي بتحتوي على سلسلك اسيد. التونر بتاع بوكيتو برضو ده حلو جدا، فيه سلسلك اسيد وفيه نياسينامايد، وفي التونر بتاع كوزاركس اسمه بلاك هيدز، ده برضو جنتل قوي ممكن تبتدي بيه. وفي التونر الاشهر طبعا بتاع باولا تشويس اللي هو بيبقى فيه 2% سلسلك اسيد، وفي التونر بتاع لاروش بوزيه ايفاكلور، وتونر بتاع بيكسي. التونر بيبقى يعني مرة واحدة بس في اليوم، وبالاخص بيبقى في الروتين المسائي، وطبعا التونر بيتساب على البشرة مش بيتشطف. خلينا بقى ندخل على الخطوة اللي بعد كده، وهي سيرم وماسكات بتحتوي على سلسلك اسيد. بالنسبه للسيرمز، في طبعا السيرم بتاع ذا اوردينري ده فيه سلسلك اسيد 2%، وبرده فيه هيالورونيك اسيد عشان يساعد على الترطيب، وفي برده السيرم بتاع ذا اوردينري اللي هو الاي اتش اي 30% وبي اتش اي 2%. زي ما قلت لكم البي اتش اي ده اللي هو السلسلك اسيد، ده بيلينج سوليوشن، ده بيبقى يعني ماسك بيستخدم مرة واحدة في الأسبوع بس، ده طبعا أنا مرشحوش خالص للبشرة الحساسة عامة، ومرشحوش برضو لو أنتي أول مرة هتدخلي سلسلك أسيد لبشرتك، أو عامة هتدخلي مواد تقشير لبشرتك. البيلينج سوليوشن ده يا بنات طبعا هو يعني بيفضل أن أنتي تكوني بقى واحدة إيه يعني جربتي كل المواد الفعالة بتاعت التقشير وتمام، وبشرتك ما عندهاش اي مشكله فيها، تبتدي تخشي على البيلينج سوليوشن ده، لان هو طبعا نسبه الاي اتش اي فيه 30% فعاليه جدا. في الماسك اللي هو بتاع بيل كلينيك، انا ما جربتهوش بس كذا حد جربه بصراحه وقال ان هو جنتل قوي على البشره، هو برده بيبقى فيه سلسلك اسيد. وفي برده السيرم بتاع لاروش بوزيه ايفاكلور اللي هو الجديد اللي هو الالترا، ده برضو فيه سلسلك اسيد، وفي اللي هي المجموعه بتاعه سان باي مي اي اتش اي وبي اتش اي وبي اتش اي اللي هو 30 دايز، دي بيبقى فيه منها غسول، وبيبقى فيه منها تونر، وبيبقى فيه منها سيروم، وبيبقى فيه منها كريم، كلهم بيحتووا على السلسلك اسيد. بس برضو المجموعه دي يعني انا مرشحهاش قوي لو انتي برضو اول مره، لان هي مش بتحتوي على سلسلك اسيد بس، لا هي بتحتوي على مواد فعاله تانية، بس بصراحة يعني كذا حد شكر فيها. السيرمز عامة وكل المنتجات بقى اللي انا قلت لكم عليها دي، السيرم والماسكات دي بتستخدم 3 مرات بس في الاسبوع في الروتين الليلي. طبعا اكيد مش محتاجة ان انا انبه عليكم، او ممكن اكون محتاجة ان انا انبه عليكم، ان اي مادة مقشرة تدخليها في الروتين بتاعك لازم يكون مصاحب ليها الصن سكرين، ان انت لو بتنزلي في الشمس استخدمي صن سكرين وتجدديه كل ساعتين، وتهتمي كويس قوي قوي بالترطيب حتى لو انت بشرتك دهنيه، الموضوع ده مفروغ منه. وبس كده، بكده يبقى الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. لو عندكم استفسار في اي حاجه سيبولي في الكومنتات، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.